صباح الخير على حضراتكم مشاهدي الكرام. النهاردة الحد 19 فبراير 2023، موعد جديد مع برنامج هذا الصباح على شاشة أكسترا نيوز، هنتجول من خلالها في أبرز المحطات المصرية والعالمية لمتابعة كل ما يحدث ويدور في العالم. هيكون معنا النهاردة ومعايا زميلي هشام عبد التواب. إذن بالتأكيد صباح الخير عليك يا هشام. صباح الخير دعاء، وصباح الخير على كل مشاهدي أكسترا نيوز في كل مكان. بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج هذا الصباح. وفي البداية قبل ما نبدأ حلقتنا، عايزين بالتأكيد نوجه تهنئة كبيرة جدا من أسرة البرنامج وبالتأكيد من أسرة أكسترا نيوز بشكل عام بمناسبة انطلاق قناة الوثائقية النهاردة الحد، قناة جديدة تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإن شاء الله تكون إضافة قوية ومهمة على طريق الإعلام المصري اللي بيشهد الحقيقة كل يوم تطور مستمر وبالتأكيد مزيد من التألق. القناة الوثائقية الكل في انتظارها. بالتأكيد أن القناة الوثائقية هي رافد جديد لشجرة مثمرة، كيان عملاق اسمه الشركة المتحدة، بتسهم دائما في تقديم إضافات قوية لمسيرة الإعلام المصري، ومش بس على مستوى القنوات ولكنها كمان بتساهم في تقديم وجوه إعلامية جديدة بتتزين بها الشاشات الخاصة بالشركة المتحدة. إن شاء الله تكون قناة الوثائقية على قد التحدي في مواجهة كل المنصات الأخرى، وده المتوقع بالنسبة لها بإذن الله. ده بالإضافة مشاهدي الكرام، لأن هيكون معنا فقرات متنوعة في حلقة النهاردة، بالإضافة للنشرة الاقتصادية والرياضية وجولة في أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم. دلوقتي مشاهدي الكرام كالمعتاد نبتدي هذه الحلقة بأبرز العناوين. لضبط الأسعار وخفض الاستيراد، توجيهات رئاسية بالدعم الكامل لقطاع الزراعة. أكثر من 8000 فصل بقرى حياة كريمة لتقليل الفجوة بين الريف والحضارة. ومسارات الملف الطبي في 8 سنوات، مصر تتعافى بصحة أبنائها. بالإضافة لقراءة في أبرز عناوين الصحف مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة شباشي. أهلا بكم مرة تانية في هذا الصباح. وبالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، وأيضا تشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال مواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية وأيضا زيادة إنتاج المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية ويسهم بالتأكيد في ضبط الأسعار. وتضمن أيضا اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي عرض تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي، خاصة ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية، حيث اطلع الرئيس على جهود تطوير السلالات المصرية لتعزيز إنتاجها من اللحوم والألبان، وأيضا إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، بل وتدعمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة. أيضا وجه الرئيس بتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة بكل تأكيد، وده بيدعم كمان الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر. إذن مشاهدينا الكرام تفاصيل أكثر، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي. صباح الخير يا دكتور. دكتور جمال. أيوة فندم، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك يا فندم. تفضلي. دكتور جمال، خلينا نقف عند نقطة استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية. السؤال، إلى أي مدى هذه التقنيات عندما يتم الاهتمام بها من الممكن أن تكون مؤثرة في نسبة الإنتاجية أو في كمية وقدر الإنتاجية؟ في الحقيقة التقنيات والتكنولوجية يعني هي الرهان الأساسي لزيادة الإنتاجية في ظروف الزراعة المصرية. طبعا احنا مصر لديها يعني رقعة زراعية لا تتجاوز 9.5 مليون فدان، يضاف إليها طبعا المساحات التي يتم إصلاحها في المشاريع العملاقة الكبرى، زائد كمان محدودية المياه. فإذا ليس أمام يعني متخذ قرار في مصر إلا أن يعني يدخل في مسار
التطوير التكنولوجي، ويعني طبعا التقنيات هي الأساس في رفع الإنتاجية الفدانية. طبعا الاجتماع كان في غاية التفصيل يعني فيما يتعلق بتحديد المحاصيل الاستراتيجية التي يتم التركيز عليها، وبالتحديد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس. طبعا دي محاصيل استراتيجية من ناحيتين، من ناحية أنها محاصيل أعلاف اللي هو الذرة والفول الصويا، زائد أنها الفول الصويا وعباد الشمس محصولين للبذور الزيتية برضو، يعني ينتج منهم الزيت، زيت الطعام. في الحقيقة طبعا احنا ازاي نزود الاكتفاء الذاتي فيهم ونقلل فاتورة الاستيراد من هذه السلع. طبعا احنا بنستورد حوالي 50% من احتياجاتنا من الذرة، وبنستورد الفول الصويا طبعا في عجز كبير جدا، يعني لا يتجاوز انتاجنا منه حوالي 3% او 5%. عباد الشمس نفس الحكاية، زيت الطعام عموما في عجز كبير جدا. ولذلك الاستراتيجية اللي وضعها الاجتماع الرئاسي الحقيقة وضعت تفاصيل وآليات. معلش يا دكتور جمال، يبقى السؤال أيضا مرة أخرى، الاهتمام بهذه التقنيات بنسبة كام ممكن يفرق في زيادة الإنتاجية أو زيادة المحصول؟ بنسبة حوالي يعني يصل إلى 50% من الإنتاجية الحالية. نعم. يعني لو كان فدان الفول الصويا مثلا بينتج حوالي طن واتنين من عشرة حاليا، يعني راهن يعني ممكن يزود يصل الى 1.8 او 2 طن للفدان. نعم. ده باتباع التقنيات الحديثه اللي هي عباره عن اصناف عاليه الانتاجيه، نمره 2 تقاوي معتمده يعني نظيفه من وزاره الزراعه، نمره 3 الارشاد الزراعي والممارسات الزراعيه اللي تتبع في زراعه المحصول. دي الحزمة التكنولوجية اللي ممكن تؤدي. يعني دكتور جمال زي ما حضرتك ذكرت، دي مجموعة من الإجراءات بالتأكيد هتشجع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتكون الزراعة بتكلفة أقل بتأثير أكبر وبإنتاج أكبر بالتأكيد. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم عن الأمن الغذائي بشكل عام، احنا اتكلمنا عن المحاصيل الزراعية، ولكن أيضا في حديث عن الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان وغيرها. إيه أهم التطوير اللي هيحصل في هذا القطاع؟ أهم التطوير اللي تطرق إليه الاجتماع الرئاسي الحقيقة هو السلالات. احنا عندنا الأبقار، الأبقار والجاموس دول الحلاب يعني، وبينتج في نفس الوقت اللحوم يعني الولادات يعني. احنا القطيع الابقار حوالي 3 مليون بقرة، نصها ابقار بلدية والنص الثاني ابقار خليط، وفي حوالي جزء صغير قوي ابقار اجنبية. الابقار الخليط واللي تطرق اليها يعني الاجتماع انه يعني ما يسمى بالابقار الخليط اللي هو بين التهجين بين الاجنبي والبقر المحلية، بتدي دي البقرة المحلية لو كانت بتدي 6 كيلو لبن يوميا في موسم الحليب، البقرة الخليط اللي هي الهجين دي بتدي حوالي 15 كيلو، يعني 3 أضعاف البقرة المحلية. والاجتماع قال إنه التلقيح الصناعي والهندسة الوراثية والتحسين الوراثي هما السبيل إلى تحويل هذا القطيع من الأبقار البلدية كله إلى أبقار خليط. ودي الخطة اللي على وزارة الزراعة أن تنفذها في المستقبل القريب خلال سنة أو سنتين أو حتى 3 سنوات، ممكن يعني أن تحول كل الأبقار إلى يعني خليط. ده هيعمل فرق قد إيه في الإنتاج دكتور جمال؟ بتتضاعف الإنتاجية 3 مرات، يعني 3 مرات. لو كان 6 كيلو مضروب مثلا في 200 يوم اللي هو موسم الحليب يعني للبقرة، يعني نتكلم على طن في السنة يعني للبقرة المحلية. البقرة الخليط بتدي 3 طن، وانت هتضاعف كده انتاج الألبان 3 مرات. يعني في نفس الحكاية بالنسبة للجاموس برضو نفس القصة، يعني جاموس بيدي حوالي 7 أو 8 كيلو الجاموسة، ممكن عن طريق التحسين الوراثي. وبالتالي مع زيادة الإنتاج الكبيرة دي هيكون في بالتأكيد تطوير في مراكز تجميع الألبان وفي الدايرة كلها. بنشكرك بالتأكيد، شكرا جزيلا الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، شكرا على وجودك معنا في هذا الصباح.
مشاهدينا الكرام، الحكومة وجهت استثمارات بما يتجاوز 4.2 مليار جنيه لإنشاء وتطوير حوالي 8400 فصل دراسي في كافة المراحل التعليمية، وده في 75 تجمع حضري بحسب أرقام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه هي التجمعات بتقع ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصرية حياة كريمة، بما يساهم في تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف. كل هذه المجهودات الكبيرة بتأتي في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها ما يتعلق بالحق في التعليم من خلال استثمارات فعلية. هنتابع بالتأكيد مزيد من التفاصيل عن مجهودات حياة كريمة في بناء الفصول الدراسية، هنتابعه في سياق العرض التالي. خلينا نتابع. هنتابع مع حضراتكم مزيد من التفاصيل والمعلومات، ومعانا الأستاذ إمام أحمد مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن. صباح الخير وأهلا وسهلا بيك في هذا الصباح. صباح الخير وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني بالتأكيد حياة كريمة بتعمل مجهود كبير جدا في كل القطاعات الحقيقة، ودعاء اتكلمت عن قطاع التعليم وذكرت مجموعة من الاستثمارات اللي أدت إلى عدد كبير من الفصول التعليمية. كلمنا عن أهم التطوير اللي بيحصل في قطاع التعليم والاستثمار في الفصول الدراسية إزاي بيتم، في عندنا توسعة في إنشاء جديد، يعني كلمنا عن تفاصيل أكتر. مبادرة حياة كريمة دعما على العديد من المحاور وفقا لاستراتيجيتها الشاملة، من بين هذه المحاور هو محور بناء الإنسان. تحت محور بناء الإنسان هناك العديد من الإجراءات والتدخلات التي تنفذها حياة كريمة في مجالات الصحة وأيضا التعليم. بخصوص التعليم، حياة كريمة أطلقت مبادرتين، منها مبادرة التعليم حياة، وهذه المبادرة بتستهدف تطوير ومنظومة التعليم داخل قرى حياة كريمة. نحن نعلم أن حياة كريمة تعمل على تطوير أكثر من 4500 قرية مصرية، بيتم من بين الإجراءات رفع كفاءة المدارس، تدريب الطلاب والمعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وده بيتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة الاتصالات. فتم إطلاق مبادرة تحت شعار التعليم حياة، وهو شعار أنا في اعتقادي أنه شعار جيد، لأنه بيؤكد أهمية التعليم ك يعني محور رئيسي في الحياة الكريمة. المبادرة الأخرى التي أطلقتها حياة كريمة والمتعلقة بالتعليم أيضا هي مبادرة راجعين نتعلم، وهذه المبادرة كانت تستهدف الحد من التسرب من التعليم ومساعدة الأهالي على إعادة أطفالهم مرة أخرى إلى المدارس، أطفالهم في حالة التسرب من التعليم وفي حالة الخروج من المنظومة التعليمية، مساعدتهم على العودة للمدارس مرة أخرى والتكفل بالمصاريف الدراسية، المستلزمات الدراسية. فبالتالي هناك اهتمام ب مسألة التعليم ضمن تدخلات حياة كريمة، ونحن نعلم أن حياة كريمة إجمالي استثماراتها تصل إلى 70 مليار جنيه. الحكومة يعني وجهت باستثمارات تبلغ 4.2 مليار جنيه لبناء وتطوير فصول جديدة في المرحلة الأولى من قرى حياة كريمة. نعم، هذا أمر جيد، وهذا أمر أيضا يتفق مع
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأن هذه الاستراتيجية تنص على مبدأ الحق في التعليم. ونحن نتحدث عن هذه الاستراتيجية أستاذ إمام، اسمح لي أن احنا نقف عند نقطة أيضا مهمة جدا، تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف. السؤال الذي يطرح نفسه عندما نتحدث ونقول هذه الجملة، إلى أي مدى هذا الاهتمام له مردود فعلي على المجتمع؟ بالطبع تقليل الفجوة بين الفجوة في التعليم ما بين أطفال الحضر وأطفال المدن أمر في غاية الأهمية لتحقيق مبدأ الحق في التعليم، هو مبدأ دستوري ومبدأ حقوقي ومبدأ منصوص عليه في الدستور المصري ومنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021. وبالتالي العمل على هذا الأمر يتم من خلال مجموعة من المحاور، إنشاء وتطوير فصول جديدة كما أعلنت الحكومة عن إنشاء 8400 فصل في قرى حياة كريمة، قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة، أيضا رفع البنية التحتية والتكنولوجية لهذه المدارس بحيث تكون خدمة التعليم المقدمة خدمة جيدة وخدمة لائقة. رقم ثلاثة، مساعدة القرى، مساعدة الأسر الفقيرة أو الأسر الأكثر احتياجا على الاستمرار في العملية التعليمية وعلى يعني الحفاظ على حقوق أبنائهم في التعليم وتشجيعهم على الاستمرار في العملية التعليمية حتى مراحلها الأخيرة. هذا الأمر له ليس فقط تلبية لحقوق المجتمع أو الأسر، ولكن له مردود إيجابي على المجتمع في المستقبل، لأن التعليم هو جزء من التنمية الاقتصادية، لأن التعليم هو أساس للتطوير الصناعي والتطوير الزراعي في المجتمع. فإذا كنا نتحدث عن التنمية من خلال التعليم الجيد، إذن النهضة في كافة الأمور. فإحنا ما بنتكلم على الاهتمام بالتعليم، إذن الفايدة هتكون فايدة شخصية وفايدة مجتمعية في المستقبل كمان بشكل كبير. أستاذ إمام أحمد مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. خلينا نتابع مع حضراتكم أيضا، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أعلن عن إطلاق مبادرة قومية بعنوان أسرتي قوتي، وهي مبادرة بتستهدف توعية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الخاصة بيهم بمشاركة مقدمي الخدمات من الحكومة وأيضا منظمات المجتمع المدني. الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أكدت أن المبادرة بتعمل من خلال برنامج للإرشاد والتوعية الأسرية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكنهم بالمعرفة والمهارات لتنمية قدرات أطفالهم والعمل على دمجهم، إضافة بالتأكيد إلى مساندة الأسر في فهم احتياجات أبنائهم وتغلبهم على التحديات والصعوبات اللي بتواجههم في دمج أبنائهم. بالتأكيد أشارت أيضا أن المبادرة بتأتي انطلاقا من دور المجلس في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكنهم بالمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع، وفي إطار الترجمة الحقيقية أيضا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021. خلينا نتابع معاكم مزيد من المعلومات عن أسرتي قوتي في العرض التالي. نتابع.
تفاصيل أكثر إذا تنضم إلينا الأستاذة داليا عاطف، مسؤول إدارة المرأة والطفل المجلس القومي لذوي الإعاقة ومنسق المبادرة، ونحن نتحدث الآن عن مبادرة أسرتي قوتي. صباح الخير يا فندم. صباح النور أستاذة داليا. بنتكلم على مبادرة أسرتي قوتي، والمبادرة دي الأهداف الرئيسية منها على حسب ما عرفنا هي دعم الأسر ودعم أيضا ذوي الإعاقة. عايزين نتكلم على هذه النقطة، ونقطة هامة جدا أيضا، هل العمل الرئيسي بيكون متعلق بالأسر وذوي الإعاقة، أم أيضا إن الصورة المجتمعية واللي بدأت على أرض الواقع بالفعل يتم تغييرها بشكل كبير؟ هنطلق من كلام حضرتك ان على ارض الواقع، احنا كمجلس بنحب نشتغل على ارض الواقع، ولذلك كل الاستبيانات اللي بتجينا، استبيانات الراي والمشكلات والتحديات اللي بتواجه الاشخاص ذوي الاعاقه والاشخاص ذوي الاعاقه اللي وصلوا لمكانه مجتمعيه متميزه، لقينا ان ده حصل بمجهود ولادهم، بمجهود اسرهم. لقينا ان الاسره هي النبته الاولى والاساسيه في المجتمع اللي بيها يصل الشخص لاحسن مكانه، سواء بقى رياضية سواء تعليمية على كل المستويات. فالمبادرة طبعا مستهدفة الأسر، وكمان مستهدفة الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني احنا بنبدأ مع الأسر اللي ولادهم لسه أطفال مصابين من عمرهم لحد سن 18 سنة. مبادرة قومية على مستوى محافظات الجمهورية، مستمرين الانطلاقة النهاردة إن شاء الله لحد 2025. ربنا يدينا العمر يعني، ونشتغل وهنعمل تأهيل وإرشاد وتوعية للأسر. يعني أستاذة داليا الانطلاق النهاردة، وإن شاء الله موفقين في الانطلاقة وتكون انطلاقة قوية جدا على مدار السنوات اللي جاية. كلمينا عن الأسر، هيتم معاهم إيه؟ إيه اللي هتعملوه مع الأسر، وكمان حجم الأسر اللي هيكونوا منضمين داخل المبادرة؟ إحنا مستهدفين 530 أسرة على مستوى محافظات الجمهورية. طبعا مقسمين الموضوع لأقاليم، بادئين النهاردة بالقاهرة والقليوبية والجيزة، عاملين كذا ورشه في نطاق الثلاث محافظات دول. الاسر هيتعمل لها طبعا، حضرتك كلنا عارفين صدمه الاعاقه ومحاوله الانكار في البدايه لما الاهل بيعرفوا ان ابنهم عنده مشكله او بنتهم عندها مشكله، ايا كان نوع الاعاقه. احنا مستهدفين كل انواع الاعاقات، الاعاقات الذهنيه، قصه التوحد، الاعاقات الحركيه، الاعاقات السمعيه والبصريه كمان. دي نقطه مهمه جدا استاذه داليا، انه الاهتمام بيتم من البدايه. احنا هنا ما بنتكلمش عن اعمار معينه للاشخاص ذوي الاعاقه، احنا بنتكلم عن كل الاعمار. بالظبط، احنا مستهدفين الاسره، الام طبعا والاب، وكمان احنا جايين مثلا اسر بديله. يعني في ناس اخذت ناس، يعني في بعض الاسر اللي تبنت طفل من ذوي الاعاقه، هي مش بعد ما تبنت طفل لقيت ان هو عنده اعاقه، فواجهها مثلا مشكله، طب ابتدي معاه منين؟ انكار الاعاقه نفسه والصدمه في الاعاقه بتخلي الام مش عارفه تتصرف ازاي. احنا جايبين كل الاطراف المعنيه، الخدمات المقدمه من قبل الوزارات المعنيه، صراحه ما فيش ولا وزاره دخلت علينا بالتعاون، كل الناس مقدمه يعني كافه اوجه التعاون، كمان المجتمع المدني اللي احنا بنعتبره ذراعنا الايمن في شغلنا وفي خططنا وفي استراتيجياتنا. فبادئين بكل يعني على مستوى كل المحاور الاربعه بتاعت المبادره، عاملين مدخلين معانا كل اطراف الدوله المعنيه سواء حكومه او مجتمع مدني. نعم. طيب أستاذة داليا، يعني في السنوات الأخيرة أصبح هناك اهتمام كبير جدا بذوي الإعاقة، أصبحوا كمان بيشاركوا في المجال الإعلامي في الأعمال الدرامية عشان يبقى فيه نوع من أنواع تقبل الفكرة دي بنسبة أكبر للي ما عندوش علم أو معرفة كافية بأهمية تقبل هذه الفكرة. هل هذه المبادرة ليها أيضا خطة أكبر في هذا الأمر، في الاندماج داخل المجتمع، مش بس العمل على ذوي الإعاقة والأسر، لكن الاندماج داخل المجتمع، هل في خلال المبادرة دي في عمل أكبر في هذا الموضوع؟ ده حقيقي، احنا عاملين تغطية لخطة إعلامية كاملة متكاملة للمبادرة، وده مش علشان نعمل تغطية عادية، لا، ده عشان احنا عاملين إعلام تخصصي متخصص في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الألفاظ المستخدمة وآليات التعامل معاهم، كمان آليات التعامل مع الأسر نفسهم. القانون بيفرض عقوبات على التنمر وطرق التعامل الغير لائقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ذويهم بصفة عامة. يعني في عمة واخدة طفل، في أخ متبني أخوه بعد والده ووالدته ما توفوا، في ظروف كتير بتتعرض لها أسر الأشخاص ذوي الإعاقة. ففي الحقيقة الإعلام يعني على طول بيبقى معانا مساند خطوة بخطوة، وعايز يعني
يتبنى هذه المبادرة بشكل حقيقي. امبارح كل وسائل الإعلام نشرت عن الموضوع، مش انتشار عادي، انتشار بتخصصية. يعني هو فيه اهتمام بالتأكيد بالمبادرة، وإن شاء الله تكون مؤثرة بشكل كبير جدا وتحقق كل أهدافها. بنشكرك شكرا جزيلا الأستاذة داليا عاطف، مسؤول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لذوي الإعاقة ومنسق المبادرة، شكرا لك. دلوقتي مشاهدينا الكرام، عن حالة الإحباط الشديد اللي أصابت العالم وسط استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الكارثية على جميع دول العالم. أصبح ارتفاع الأسعار بيمثل معاناة كبيرة للأسر الأكثر فقرا والأشد احتياجا، وارتفعت فاتورة الإنفاق الحكومية بشكل كبير لإعانة الفقراء من شعبها، إلا أن الأمر تطور لحد عجزت الحكومات والبلاد عن تحمل تلك الأعباء اللي سببتها هذه الأزمة وجائحة كورونا. أصحاب المتاجر الكبرى أو السوبر ماركت يعني ببريطانيا، من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى نهاية عام 2023، وده على الرغم من تباطؤ معدل التضخم في العام الماضي. ونقلا عن مكتب الإحصاءات الوطني، نشر موقع الديلي ميل تقرير أخير كشف عن ارتفاع تكلفة الطعام والشراب بنسبة 16.7% في الشهر الماضي. الصحيفة كمان أشارت إلى أن أزمة تكلفة المعيشة وقبلها الإغلاق بسبب جائحة كورونا بيهدد الصحة العقلية كمان لمواطني المملكة المتحدة، وصفتها بأنها الأسوأ على الإطلاق. ده بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار العالمي اللي دفعت الناس إلى حافة الهوية. المزيد عن ارتفاع الأسعار في بريطانيا في سياق هذا العرض. نتابع مع حضراتكم مزيد من التفاصيل، وبينضم إلينا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. صباح الخير وأهلا بيك معانا في هذا الصباح. يعني في البداية لو تكلمنا عن هذا التقرير، هنلاقي التقرير بيقول وبيشير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى نهاية 2023، وده رغم تباطؤ معدل التضخم في العام الماضي يعني بشكل ما. اشرح لنا ليه أسعار الطعام مستمرة في الزيادة؟ صباح النور يا فندم. يعني يمكن زي ما حضرتك تفضلت، مكمن الخطوره في هذا الامر ان معدل التضخم كمتوسط خاصه في بريطانيا اللي بتشهد يعني الاداء الأسوأ ما بين اقتصاديات مجموعه الدول السبع، حتى اذا ما قورنت بالاقتصاد الروسي نفسه اللي بيتعرض الى مجموعه من العقوبات الاقتصاديه، هنجد ان الاقتصاد البريطاني هو الأسوأ وفقا للتقارير الدوليه اللي بتاخذ في اعتبارها مجموعه من مؤشرات الاقتصاد الكلي. لكنه مكمن الخطورة في هذا الأمر أنه معدل التضخم في المتوسط لا يتجاوز 10.1%، لكنه إذا ما أخذ زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة أنه التضخم أو ارتفاع الأسعار أو تكلفة الأسعار بالنسبة للمواطنين فيما يتعلق بالسلع الزراعية أو السلع الغذائية يمكن تجاوز 16.7%، وهذا طبعا يعطي دلالة كبيرة لأنه انعكس في ذات الوقت ويمكن نشر في ذات التقرير أن أدى هذا الأمر إلى تزايد معدلات الفقر، باعتبار أن أكثر من 2.1 مليون أسرة دخلوا تحت معدل أو تحت خط الفقر. كل هذه التداعيات يمكن كان يشارك بنسبة كبيرة منها أزمة الكوفيد اللي وصلت العالم إلى عالم يعني كما وصفه صندوق النقد الدولي اقتصاد شبه مغلق، فضلا على أنه بعد ما يعني لم يستفق العالم من جائحة كورونا دخلت التدخل الروسي في الأراضي الأوكرانية اللي ألقى بتداعياته الاقتصادية على كافة دول العالم، واللي استخدم فيه حقيقة الأمر
الطاقة واستخدمت فيه الأمور الغذائية كواحد من أدوات الصراع. يمكن ارتفاع أسعار الطاقة واستخدام سلاح الطاقة كأحد أدوات الصراع ده من شأنه طبعا يرفع كافة أسعار السلع لأنه متداخل ويعتبر مدخل إنتاجي في كافة الصناعات، لكنه بيكون تأثيره بشكل أكبر على السلع الزراعية وتحديدا السلع الغذائية. نعم. دكتور محمود، يعني في سؤال بيطرح نفسه، لماذا الاقتصاد البريطاني تحديدا من أكثر الاقتصادات اللي تأثرت بالنسبة لأوروبا على سبيل المثال؟ يعني خلينا أذكر لحضرتك أنه يمكن العالم كله، يعني لو بنتكلم مثلا عن جائحة كورونا وبنتكلم عن الأزمة المالية الروسية الأوكرانية، هذه الأزمات في رأيي أنها كانت كاشفة وليست منشئة، بمعنى أنها لم تكن هي السبب الحقيقي في الأزمة المالية التي يعيشها العالم الآن، ولكنها زادت من تعقيدها، أسرعت من وتيرة هذه الأزمة. لكن العالم وفقا للاعتبارات الاقتصادية وفقا للمؤشرات كان معرضا للأزمة مالية، ويمكن تقارير كثيرة يعني تحدثت عنها، بعض التقارير في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2018 اللي كان بمناسبة مرور 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت التقارير أو خرج التقرير بأن العالم معرض إلى أزمة مالية أخرى. لو نظرنا تحديدا لماذا الاقتصاد البريطاني، الاقتصاد البريطاني خليني أعطي لحضرتك مؤشر واحد، يمكن معدل الدين في الاقتصاد البريطاني يقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي، وهذا طبعا لو أخذناه بشكل فردي على الاقتصاد البريطاني هو مؤشر خطير، لأنه الدين لا يقاس برقمه المطلق وإنما يقاس بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أن أنا بأقارن ما معدل الاستدانة بكم مديون وأنتج كم من هذا الدين، وده برضي يؤخذ في الاعتبار على العالم كله، يعني العالم يمكن مدين بثلاثة أضعاف ما ينتجه، وده اللي خلى التقارير تقول أن الاقتصاد العالمي كان معرضا لأزمة مالية زادت من حدتها ومن تعقيدها الأزمة الروسية الأوكرانية. ويمكن حتى التقارير الدولية ومنهم صندوق النقد الدولي كان يتحدث على أنه المؤشرات الحالية وخصوصا فيما يتعلق بأوروبا تحديدا أو بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص وبعض الدول اللي بتعتبر محركات للاقتصاد العالمي زي الولايات المتحدة الأمريكية وزي روسيا، كل هذه المؤشرات تقول أنه من الصعوبة الحديث عن تحسن اقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية. نعم دكتور يعني محمود بالتأكيد. عنبر أستاذ الاقتصاد، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة. لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، ودلوقتي هنتوقف مع النشرة الاقتصادية ونقول صباح الخير لجاكلين ماهر. جاكلين، صباح الخير عليك يا هشام، وصباح الخير عليك يا دعاء، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر وأهم الأخبار الاقتصادية. قالت حكومة ولاية تاميل نادو الهندية إن شركة أولا إلكتريك المدعومة من مجموعة سوفت بانك سوف تضخ استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية وبطارياتها بقيمة 920 مليون دولار، وتأتي الاستثمارات الأخيرة من خلال شركتي أولا إلكتريك تكنولوجيز وأولا سيل تكنولوجيز بسبب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في الهند، وقد تجاوزت أرقام الإنتاج التراكمية للشركة 100,000 سيارة في نوفمبر الماضي، فيما تعتزم الشركة إنتاج 140,000 سيارة سنويا إلى جانب توظيف أكثر من 3,000 عامل.
انخفضت أسعار الواردات الأمريكية للشهر السابع على التوالي خلال يناير الماضي بالتزامن مع تراجع تكلفة منتجات الطاقة، ما أدى إلى أقل زيادة سنوية في تضخم أسعار الواردات خلال عامين. وتراجعت أسعار الواردات بأكبر اقتصاد في العالم خلال شهر يناير بنسبة 2% بعد انخفاضها بنسبة 1% في ديسمبر. ويتماشى انخفاض أسعار الواردات مع استبعاد الرسوم الجمركية في أمريكا. وفي خلال عام كامل حتى يناير الماضي ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 8%، وهذا أقل ارتفاعا على أساس سنوي منذ ديسمبر 2020. تباين أداء المؤشرات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بعد نتائج الشركات القوية التي صدرت خلال شهر فبراير الجاري، وتأثرت الأسهم بهبوط أسهم شركة مايكروسوفت. وفي الوقت نفسه يشعر المستثمرون بالقلق من اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزيد من الإجراءات بخصوص رفع الفائدة مدفوعا بتأثيرات التضخم، فيما دعا مسؤولون في الفيدرالي الأمريكي الخميس الماضي إلى ضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات رفع أسعار تكلفة الاقتراض لكبح جماح التضخم. أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس على أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا وفرض المزيد من العقوبات على روسيا. وكانت نائبة الرئيس قد شددت خلال لقائها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ميونخ بألمانيا على أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك. وناقش الجانبان خطوات التالية في الرد الموحد على روسيا فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، كما بحث التحديات التي تطرحها الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الاقتصادية، أشكركم على طيب المتابعة، والآن نعود مجددا لهذا الصباح مع الزملاء في الاستوديو دعاء وهشام، تفضلوا. بشكرك شكرا جزيلا جاكلين، وبالتأكيد هنتوقف معك مرة تانية مع الأخبار. ومشاهدينا مستمرين معاكم في هذا الصباح، وبعد مرور حوالي أسبوعين على كارثة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، ما زالت أعداد الضحايا الحقيقة في ارتفاع، وسجلت المزيد من القتلى في كل من البلدين. رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية كان أعلن أن أعداد ضحايا الزلزال المدمر وصلت لأكثر من 40,000 ضحية. وفي الجانب السوري بلغ عدد الضحايا حتى الآن ما يزيد عن 6,300 ضحية، لترتفع الحصيلة الأخيرة إلى ما يقارب 47,000 ضحية، في حين لم تذكر تركيا ولا سوريا عدد الذين ما زالوا في عداد المفقودين. وأيضا في السياق نفسه، ما زالت فرق الإنقاذ والإغاثة الدولية بتواصل جهودها لمساعدة الملايين اللي تضرروا من أثار الزلزال وأصبحوا بلا مأوى، أغلبهم الحقيقة بيناموا في الخيام والمساجد والمدارس أو حتى في سياراتهم الخاصة. إذن مشاهدينا الكرام، تفاصيل أكثر حول هذا الأمر ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية. دكتور جاد، صباح الخير على حضرتك. يا فندم عليك، ويوم سعيد إن شاء الله على الجميع. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور جاد، يعني مما لا شك فيه أن من أسبوعين عندما حدث هذا الزلزال، سواء بالنسبة لتركيا أو سوريا، كانت يعني الكل كان متخوفا جدا، لكن بقيت الهزات الارتدادية أيضا موجودة. دائما ما بيكون هناك سؤال، إلى أي مدى هذه الهزات من المفترض أن تكون مستمرة أو الفترة الزمنية؟ وهل من الممكن أن من ضمن هذه الهزات تكون هزة بقوة الزلزال الأصلي، أم دائما هي أقل في الدرجة؟ أولا، أي زلزال بيحدث على وجه الأرض من مثل هذه القوة، لأنه عبارة عن طاقة مختزنة داخل الأرض بتصدر في صورة موجات زلزالية، بيتبع عدد من الهزات الارتدادية أو التوابع كما يطلق عليها،
يتناسب عددها وقوتها مع قوة الزلزال الأصلي. بأي حال من الأحوال هي لا تزيد عن قوة الزلزال الأصلي لكن تكون أقل منه، تبدأ قوتها تدريجيا في النقصان وعددها أيضا مع بعد المسافة أو مع تقدم الوقت من الزلزال. مع مرور الوقت. مع مرور الوقت. يعني النهاردة زلزال رئيسي لتركيا اللي حدث يوم 6 فبراير، حتى اليوم هناك أكثر من 3500 تابع لهذا الزلزال، وأقصد تابع يعني في المنطقة اللي فيها الزلزال، من زلازل أخرى في مناطق يعني تم إدرام الطاقة فيها نتيجة الوضع الملتبس في منطقة فالق الأناضول. الوضع العام لتلك التوابع بيكون مطمن لينا كباحثين زلازل، لأن ده بيمثل صورة خروج للطاقة. عدم خروج طاقة في صورة توابع ده معناه إنها تفضل طاقة مختزنة لفترة، ممكن تيجي تؤدي زلزال تاني مدمر أو قد يكون مشابه للزلزال الأول. يعني حضرتك قلت دكتور جاد عن مرور الوقت بيتم خروج هذه التوابع، إيه المدى الزمني؟ يعني إمتى نقول خلاص انتهت هذه التوابع؟ هي دي بتفرق من منطقة لمنطقة، يعني وزي ما قلت حضرتك المنطقة اللي فيها زلزال قوي والوضع الجيولوجي فيها ضعيف التوابع بتكون قوية. وخلينا ناخد برضو زلزال تركيا، أو الزلزال الأصلي كان 7.8 في اليوم الأول، كان حوالي 110 تابع، كان 30% منهم من التوابع قوتهم أكبر من 6 درجات، ودول في حد ذاتهم يعتبروا زلازل لوحدهم، لكن هم من توابع هذا الزلزال. تدريجيا لحد النهاردة العدد أصبح بيقل، عدد التوابع، الفاصل الزمني ما بين التابع والتاني بدأ يزيد، يعني كنا في الأول كل ساعة في زلزالين أو ثلاثة، النهاردة ممكن في خلال يوم ممكن يكون في زلزال أو اثنين وقوتهم أيضا، وده يعني عامل مطمن. لكن ما أقدرش أقول لك في خلال أسبوع هتنتهي التوابع أو في خلال أسبوعين أو في خلال شهر، لأن ده معتمد على الطاقة اللي موجودة. ولذلك دايما بينصح بوضع محطات متنقلة في تلك الأماكن، محطات زلازل متنقلة وعجلة زلزالية لمتابعة الظاهرة وتوابعها، وطبعا إصدار توصيات لمتخذ القرار بشأن استمرار أعمال الإغاثة أو الإجلاء أو الآخر. نعم دكتور جاد، حضرتك قلت نقطة، وطبعا بما أننا لسنا بخبراء فلفتت الانتباه، حضرتك قلت إن ما كانش في توابع لزلزال بهذه القوة اللي حصل هيبقى في نوع من أنواع القلق، لأن معناها الطاقة لا يتم التنفيس عنها. نعم بالضبط. طيب معنى كده إن ممكن التكهن بقوة الزلازل نتيجة لهذه الطاقة، يعني إن كان الطاقة لابد أن يتم التنفيس عنها نتيجة لهذا الزلزال، معنى كده إن من غير حدوث زلازل من الممكن التنبؤ بقوة الزلازل في بعض المناطق عن طريق حساب الطاقة، أم هذه الطاقة لا تحسب؟ لا، يعني عشان الكلام لا يؤخذ في سياق آخر غير سياقه، إحنا بنأكد ما فيش تنبؤ بالزلازل. التوقع ان بيحدث زلزال بقوه معينه ده مش موجود، لكن الدراسه الزلزاليه لاي منطقه فيها نشاط زلزالي بيكون معلوم ان المنطقه دي بيحدث فيها زلازل من حجم الكبير او فوق المتوسط بفترات زمنيه تتراوح من 20 سنه 30 سنه 50 سنه. وبناء عليه في الفترات دي الناس المتخصصين بيقولوا احنا ممكن نتوقع زلزال كبير في العشر سنين الجايين او في الخمس سنين الجايين، لكن موقعه فين بالظبط ويوم ايه ده طبعا من التنبؤ اللي غير موجود على مستوى العالم، مش علشان حاجه لانه ما فيش تكنولوجيا تقدر تقول باطن الارض الطاقه اللي فيها تخرج امتى، لان دي حاجات كلها مازال العلم عاجز عن تفسيرها. متابعه النشاط الزلزالي بدقه لاي منطقه بيخلي المسؤولين في هذا المكان، سواء مسؤولين عن رصد الزلازل او المسؤولين التنفيذيين والخاصة في إقامة المنشآت الاستراتيجية أهمها، بيكونوا حريصين وعلى دراية بمدى المخاطر اللي ممكن تعرض لها المنشآت، وبالتالي زي ما بنوصي دايما كود الأحمال الزلزالية إذا كان في شدود إذا كان في منشآت استراتيجية أو حتى في المباني العادية ينبغي الاعتماد على مثل دراسات الموقع الزلزالية. لكن على مستوى العالم بالمناسبة احنا قلنا ده صورة من صور اختزان الطاقة وصدورها في شكل توابع، لكن ما ثبتش حتى الآن إن أي زلزال كبير من هذا القوة لم يكن له توابع. يعني دكتور جاد افتراضية نظرية. صحيح، يعني حضرتك شرحت كل التفاصيل، ولكن أيضا عايزين نسأل عن المنطقة اللي حصلت فيها هذا الزلزال، إيه الأثر
اللي بيسيبوا الزلزال في هذه المنطقة، هل ممكن يسيب أثر؟ هو يعني سؤال يحمل أكثر من شق. الأثر المجتمعي وزي ما احنا شايفين الدمار، وربنا يكون في عون المنطقة هناك والمسؤولين والأهالي والمقيمين فيها، لكن على المستوى الجيولوجي بعد أي زلزال بهذا الحجم أو بهذه القوة بيحدث إزاحة أو تشوهات في القشرة الأرضية. وإحنا ممكن تابعنا البيانات إن بتقول القشرة هناك تحركت مسافات 3 متر أو 4 متر، وده منطقي جدا، لكن اللي بيحصل إن الثلاثة متر دول ما يفضلوش زي ما هم 3 متر، بيرجعوا تدريجيا إلى المكان وليس تماما كالأصلي، وده اللي بينتج عليه تشوهات في القشرة الأرضية أو الكراسي. خلال قد إيه بيعود مرة تانية دكتور جاد؟ لا القصص دي بتكون يعني يعني في دقايق، واخد بالك، لكن بتخلف وراها إزاحة موجودة، ودي اللي بتترصد من شبكات الديناميكية الأرضية وتسمى تشوهات القشرة الأرضية. تشوهات القشرة دي على المدى البعيد هي دي اللي بتكون مسببة للصدوع الرئيسية الكبيرة وإزاحة القارات، من خلال المصطلح اللي بقى شهير لدى المواطنين حاليا الصفائح التكتونية. صحيح. طب دكتور جد، هو سؤال في ربع دقيقة يعني، وحضرتك بتقول إن الأرض عندما تزحزحت من المفترض إن هي بشكل تلقائي وتدريجي هترجع مرة أخرى، طبيعي إن يجي في ذهننا سؤال، هل أيضا وهي بترجع هيبقى في نوع من أنواع الزلازل، ولا الأمر بيكون أكثر سلاسة؟ ما هي دي التوابع يا فندم. دي يعني من ضمن التوابع، الحركة اللي سببتها أو الازاحة الرئيسية اللي تسببت نتيجة الزلزال الرئيسي، العودة أو التحركات اللي بتحدث بعد ذلك كلها حيثيات توابع الزلزال الرئيسي. نعم. بنشكرك. نعم. شكرا جزيلا دكتور جاد القاضي مدير معهد البحوث الفلكية، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. مشاهدينا الكرام، من النهاردة 19 فبراير بيوافق ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد نجيب، أول رئيس لمصر عقب ثورة يوليو سنة 52. المزيد عن الرئيس الراحل محمد نجيب في سياق هذا العرض. لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، وبتتواصل فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في نسخته العاشرة، ده بمشاركة 21 فرقة للفنون الشعبية بتضم حوالي 400 فنان وفنانة من 10 فرق أجنبية و11 فرقة مصرية، ده بيكون في الفترة من 16 ولحد 22 فبراير الحالي. بالتأكيد هنتابع معاكم مزيد عن الفعاليات، فعاليات المهرجان، وبتنضم إلينا على الهواء مباشرة مراسلة إكسترا نيوز ميرنا عادل. صباح الخير ميرنا.
صباح الخير يا هشام، صباح الخير يا دعاء، صباح الخير كل مشاهدينا الكرام. بالفعل من مدينة أسوان اللي بتستضيف هذا الحدث الهام اللي بيتم في مختلف أرجاء مدينة أسوان ليتم بعد ذلك نقله إلى مدينة أبو سمبل في الغد. دعونا نتحدث عن هذا الحدث الهام، مهرجان أسوان للثقافة والفنون في دورته العاشرة. هذا المهرجان اللي بيأتي بمشاركة واسعة كما ذكرت هشام من 10 فرق أجنبية و11 فرقة من فرق الفنون الشعبية المصرية. الفرق تتشارك وبتقدم عروضها في الحفلات المسائية في مختلف الأماكن في محافظة أسوان، يعني ممكن نقول مختلف مراكز الشباب، خاصة كمان المسارح الموجودة على الكورنيش وأيضا الأماكن العامة. المسارح والأثور الثقافة بتستضيف هذه الفعاليات، وطبعا كون إن مسارح وأثور الثقافة في أماكن مختلفة تقريبا 14 مكان في مختلف أرجاء مدينة أسوان، ده اللي بيخلي إن الموضوع سهل على اي حد من الجمهور انه يقدر يروح لاقرب مكان ليه ويشارك في الفعاليات. فطبعا ده بيدي فرصه اكبر لكل زوار وكل الجمهور ان هم يقدروا يحضروا هذه الفعاليات الجميله. خلينا نتكلم، الفعاليات بتكون عباره عن رقصات فلكلوريه واغاني فلكلوريه. كل فرقه من الفرق من الدول المختلفه بتاتي بتراثها بابرز اغانيها الفلكلوريه، ايضا ابرز ازيائها، عشان يكون في تبادل ثقافي ما بين كل الفرق وايضا ما بين الجمهور وهذه الفرق. في فرق من 10 دول اجنبيه، في فرق من سريلانكا، رومينيا، بولندا، وكوريا الجنوبيه، وسلوفاكيا، واندونيسيا، واليونان، والفلوجه الفلسطينيه. كمان الفرق من مختلف محافظات مصر، وده اللي بيخلي كمان في تنوع ثقافي، لان كل محافظه من محافظات مصر ليها تراثها وليها ازيائها ليها اغانيها ليها موسيقاها، عشان كده بيشارك يعني عدد كبير من الفرق من محافظات مصر، من مطروح والعريش وسوهاج والحريه، من اسكندريه والقنا وبورسعيد والشرقيه واسماعيليه والاقصر وأسوان. النهاردة هيكون آخر يوم داخل مدينة أسوان للفعاليات، وبداية من الغدا تنطلق الفرق من أسوان إلى أبو سمبل، وهناك هيكون الاحتفالات تزامنا مع حدث المصري الأهم، وهو تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني. الحدث اللي بيتكرر مرتين بس في السنة هو 22 فبراير و 22 أكتوبر، وبيرجع المؤرخون أن هذه الظاهرة بتحدث بسبب سببين أو روايتين مختلفتين. الرواية الأولى أن المصريين لما عملوا معبد أبو سمبل كان بشكل بيتبع الفلك، بحيث أن 22 أكتوبر هو تاريخ بداية الموسم الزراعي و22 فبراير هو تاريخ الحصاد. والرواية الثانية أن التاريخين هم تاريخ ميلاد رمسيس الثاني، والتاريخ الثاني هو تقلده أمور الحكم في أرض مصر. الفعاليات هتستمر احتفالا بهذا الحدث الهام، الحدث اللي بيجذب أنظار كل المتابعين خارج مصر وداخل مصر وفي كل العالم. طبعا نكون موجودين مع حضراتكم عشان نرصد لكم كل ما يتم في هذه الاحتفالات. وبالعودة إليك مرة أخرى هشام. بشكرك شكرا جزيلا ميرنا على كل التفاصيل، شكرا جزيلا ليكي. كانت معنا مراسلة إكسترا نيوز ميرنا عادل. ونروح دلوقتي لإسكندرية ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، واللي بيواصل فعاليته الفنية في دورته التاسعة، واللي بدأت يوم 16 فبراير الجاري ومستمرة حتى يوم الثلاثاء 21 فبراير. بيشهد مشاركة واسعة من 46 دولة قدموا حوالي 80 فيلم قصير. نروح إلى عروس البحر ونشوف ونتعرف على المزيد عن هذه الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم القصير في سياق هذا التقرير. تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 16 إلى 21 من فبراير الجاري، حيث أقيم حفل الافتتاح بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، بينما تقام فعاليات المهرجان وعروض الأفلام المشاركة في سينما مترو، مركز الحرية للإبداع، وقصر ثقافة الأنفوشي، بمشاركة 80 فيلماً من 46 دولة، من بينها 17 فيلماً تعرض عالمياً لأول مرة، و20 فيلماً تعرض في إفريقيا والشرق الأوسط للمرة الأولى، و19 آخرين بالعرض الإفريقي الأول، و18 فيلماً بالعرض المصري الأول. المهرجان ده ابتدى بداية موفقة جدا، وبشوفه من أنجح وأنشط المهرجانات في مصر كلها، وخاصة من ناحية الإقبال الجماهيري. يعني احنا بنروح الصالة ما بنلاقيش كرسي نقعد فيه، بنقعد على السلالم، وده اللي مطلوب. أنا حريص جدا طول الوقت أن أنا أكون متواجد في هذا المهرجان، لأنه بعتبره زي إيه ما تقول شحن للبطاريات، شحن للوجدان وللمشاعر والأحاسيس، والتواصل معه
الأجيال القادمة من الشباب والفنانين الجدد القادمين، إلى جانب مشاهدة عروض أفلام وندوات وفعاليات متنوعة بتعبر عن هؤلاء القادمون. تتنافس الأفلام في 5 مسابقات، وهي المسابقة الروائية الدولية والمسابقة الوثائقية الدولية ومسابقة التحريك الدولية الأنيميشن ومسابقة الفيلم العربي ومسابقة أفلام الطلبة، إلى جانب القسم الرسمي خارج المسابقة. النهاردة عندنا أكتر من 70 فيلم مشارك لأول مرة يعرضوا في مصر، مشاركات من 46 دولة، أفلام كلها مترجمة. أنا مبسوط إن احنا ترجمنا كل الأفلام علشان ما يكونش في فجوة بين الجمهور وبين المهرجان، لأن احنا من منذ الدورة الأولى احنا بنستهدف كل الجمهور تحت شعار سينما لكل الناس. عندنا حوالي 20 فيلم بنشتغل عليهم، مستوى الأفلام جيد بشكل عام، التكنولوجيا سهلت حاجة كتير في عملية التصوير وفي عملية المونتاج، فبقى مستوى الفيلم متطور وجيد، وده حتى بيضع لجنة التحكيم في حيرة ما ان احنا ازاي نختار الفيلم يعني المرشح للجائزة الاولى والتانية. فنانون من مختلف الجنسيات يلتقون حول مائدة فنية واحدة تحتضن مختلف المواهب، مما يمنح ثراء فنيا وثقافيا وتبادلا لمزيد من الخبرات الواعية الداعمة للفيلم القصير في مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، التي تعتبر منارة للثقافة المصرية وذات دور ريادي فنيا وثقافيا على مستوى العالم. لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، ونتابع معاكم دلوقتي حالة الطقس. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس بارد في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، هيكون دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، هيكون بارد ليلا على أغلب الأنحاء وشديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء. ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. إليكم درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وبعض المحافظات. ودلوقتي مشاهدي الكرام هنروح مع جولة لعرض أبرز مواعيد القطارات من الوجه البحري والقبلي. ودلوقتي مشاهدينا الكرام الساعة 9، إذا موعد موجز الأخبار، فنروح مرة تانية لزميلتنا جاكلين ماهر. وصباح الخير عليكي. صباح الخير عليك يا دعاء، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر وأهم الأخبار في موجز 9 صباح. التاسعة صباحا 7 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية،
موجها بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل، لا سيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزراء البترول والتموين والزراعة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، لما لذلك من مردود إيجابي لصالح المربين والمزارعين، فضلا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، بما يدعم الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي، خاصة ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها، حيث اطلع الرئيس على جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها من اللحوم والألبان، لا سيما من خلال مراكز التلقيح الصناعي وخطوط التحسين الوراثي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية وتدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة. يختتم اليوم مؤتمر ميونخ للأمن وسط الكثير من الوعود أطلقها قادة الغرب بشأن دعم أوكرانيا عسكريا. واتفق غالبية قادة الدول الغربية على أهمية ما يقولون إنها محاسبة روسيا على جرائم ارتكبت خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه أبلغ كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي أن انتهاك منطاد صيني المجال الجوي الأمريكي لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، ولكن وانغ لم يعتذر عن الحادث خلال اجتماعهما في ميونخ. وأضاف بلينكين في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة لم تبالغ في إسقاطها المنطاد، وأنه ليس هناك شك في أنه كان يحاول القيام بعملية تجسس بشكل نشط. وأشار بلينكين أيضا أن القلق الرئيسي للولايات المتحدة هو احتمال أن تقدم الصين دعما ماديا للجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا. قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه من المتوقع إنهاء عملية البحث عن ناجين اليوم مع تراجع الأمال في العثور على مفقودين. هذا وارتفع عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 47 ألف شخص. وهز زلزال بقوة 5.2 درجة منطقة وسط تركيا. وأوضح مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار. نقلت وسائل إعلام رسمية عن كوريا الشمالية قولها إنها اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات في تدريب إطلاق مفاجئ يهدف إلى تأكيد الاعتماد على هذه الأسلحة. وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن التدريب المفاجئ لإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يمثل دليلا فعليا على الجهود المستمرة التي تبذلها القوة النووية الاستراتيجية لكوريا الشمالية لتحويل قدرتها على شن هجوم نووي مدمر مضاد على القوات المعادية إلى هجوم لا يمكن صده.
مشاهدينا، ختام الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكي آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، والآن نعود مجددا لهذا الصباح مع الزملاء في الاستوديو هشام ودعاء. تفضلي دعاء. شكرا لك يا جاكلين على موجز الأخبار. وبالفعل مشاهدينا الكرام، هذا الصباح لسه مستمر مع حضراتكم ونستكمله بعد قليل جدا. مرحب بحضراتكم من جديد معانا في هذا الصباح. الدولة المصرية مشاهدينا وجهت اهتمام كبير لقطاع الصحة خلال الثمان سنين اللي فاتوا، لم يسبق لها مثيل. الحقيقة كانت صحة المصريين هدف أسمى للدولة اللي أطلقت منذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسته الأولى، أطلقت حزمة ضخمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة في الخدمات اللي واجهت بالتأكيد نقص وتدني للمستوى خلال فترات سابقة، على رأسها بالتأكيد فيروس سي. وخلال 8 سنوات اللي فاتوا تم إطلاق أكثر من 15 مبادرة صحية بتؤدي جميع خدماتها بالمجان للمواطنين في مختلف المحافظات، منها مثلا القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، واللي أيضا كانت مثار أزمة كبيرة خلال عهود سابقة وضعفت الحقيقة من آلام المرضى اللي كانوا بيضطروا إن هم يستنوا لشهور، ربما يعني أكثر من شهور لإجراء العمليات، وده رغم خطورة أي تأخير على حياتهم، ده برضو لعدم وجود أماكن شاغرة في المستشفيات. وللمزيد مشاهدي الكرام عن التفاصيل وتفاصيل الجهود والإنجازات التي قامت بها الدولة في القطاع الطبي خلال السنوات الماضية، واللي ما زالت مستمرة ضمن مبادرة حياة كريمة عبر القوافل الطبية اللي بتجوب كل المحافظات، للمزيد عن هذا الملف بينضم إلينا الآن عبر زوم الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل. صباح الفل على حضرتك وعلى الأستاذ هشام وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. دكتور، يعني واحنا بنتكلم على الملف الطبي، مما لا شك فيه ان العالم كله تحدث كثيرا وما زال يتحدث عن ان مصر استطاعت ان تقضي على فيروس سي، ويبقى دائما السؤال كيف تم الاستطاعه في ان يكون في سيطره على هذا الفيروس والذي تفشى لسنوات. الحقيقه انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، احنا كاساتذه كبد بالذات أكتر ناس لمسنا الإرادة السياسية للقضاء على فيروس سي. إحنا فخورين جدا لأن إحنا كل المحافل الدولية بيشيدوا مصر وبإنجاز مصر. بالعكس ده كمان بيعملوا حاجة مهمة جدا، إن الدول الغربية بتقول، ودي يمكن نادرا ما بيحصل، الدول الغربية بتقول والله الملف المصري ده يجب أن نحذو حذو ويكون مصدر إلهام لكل الدول الغربية للقضاء على فيروس سي في الدول الغربية اللي لسه لم يتم القضاء عليه، ولا إلا في دولة واحدة اللي هي في مصر. الحقيقة لولا الإرادة السياسية والمبادرات الرئاسية للكشف عن فيروس سي وعلاجه ما كناش وصلنا لهذه المرحلة. إحنا كان دايما يعني عارفة، كان في فترة من فترات طويلة في العقود من سنة 2000 لغاية يمكن 2013 و14، دايما كانوا في كل المؤتمرات الدولية أعلى نسبة إصابة في العالم في مصر، وكان دايما بيتكلموا على أن مصر نموذج، يعني مش عايز أقول سيء، ولكن نموذج غير جيد للإصابة للإصابات بفيروس سي والعدوى، والكلام اللي إحنا دايما كنا بنسمعه في المؤتمرات الدولية لما كنا بنشارك فيها. لكن بدءا من المبادرة الرئاسية اللي ابتدت في 2014 وهي ما انتهتش حتى الان، لان في كشف دلوقتي عن الفيروس سي للاولاد اللي في المدارس الاعداديه. احنا الحمد لله احنا وصلنا بعد ما كنا عندنا اصابات في التسعينات 16%، نزلوا ل 12% في اول الالفيه الثالثه. احنا دلوقتي اقل من 0.5% اللي موجود دلوقتي، وده موجود في الأطفال أكتر، لأن إحنا ما كناش العالم كله ما ابتداش إن هو يعالج الأطفال بصورة جماعية، يمكن على مستوى عدد قليل من الأطفال في الدراسات اللي اتعملت. فإحنا بصراحة شديدة جدا لابد من
طب معلش يا دكتور، وحضرتك بتقول ان النسبه دي يعني العدد الاكبر فيها هو متعلق بالاطفال، هل الاطفال العلاجات ايضا اللي موجوده هي دي برضو نفس العلاجات اللي الاطفال بيبداوا ياخدوها؟ يعني قديما مثلا قبل هذه الحمله التي قامت بها مصر كان العلاج من فيروس سي كان صعب جدا، دلوقتي بقى كان يعني ابسط كمان من علاج دور البرد، هل الاطفال نفس الموضوع؟ الاطفال دلوقتي احنا اي طفل اكتر من 30 او 35 كيلو بيتعالج بنفس جرعات الكبار. اقل من 35 كيلو بنديله جرعات اقل، يعني من 20 ل 35 بندي نص الجرعه بتاعه الكبار. فاحنا عندنا ده متوفر الحمد لله، لان برضو من ضمن الحاجات الجميله غير الكشف والعلاج المبادره الرئاسيه والاراده السياسيه في مصر عملت حاجتين مهمين جدا بالتعاون مع كل اساتذه الكبد في مصر. الحقيقه اول حاجه ان احنا قدرنا نخفض علاج فيروس سي اللي هو الادويه الاساسيه اللي هي كانت بتجينا من بره 1 على 1000 من مثلها في العالم. نمره 2، 18 شركه دواء انتجت هذه العلاجات باسعار زهيده جدا جدا جدا. القرص كله كان تقريبا ما يزيدش عن 600-700 جنيه. فالحقيقه انه والدوله بتدعمه، لانه كانت الدوله وما زالت بتعمل العلاج على نفقه الدوله في كل المراكز الطبيه اللي موجوده للكبد في انحاء الجمهوريه كلها. فالحقيقه لولا المبادره الرئاسيه ما كناش وصلنا لهذا المستوى. صحيح يا دكتور هشام، يعني بالتاكيد المبادره الرئاسيه للقضاء على فيروس سي كانت مهمه جدا وعملت انجاز كبير. خلينا برضو نتكلم عن قوائم الانتظار، لكن قبل ما نتكلم عنها هنشوف في تقرير ابرز الانجازات، انجازات المبادره الرئاسيه للقضاء على قوائم الانتظار. خلينا نشوف العرض التالي ونرجع نتكلم مع دكتور هشام عن قوائم الانتظار والقضاء عليها. بنرحب مره ثانيه بالدكتور هشام الخياط، وزي ما اتكلمنا عن يعني فيروس سي بالتاكيد الحديث يطول عن قوائم الانتظار والانجاز اللي عملته الدوله في القضاء على قوائم الانتظار، مش في تخصص واحد او اثنين، في كل التخصصات دكتور هشام. تمام تمام. انا بس عايز قبل ما ننتقل للمبادره الرائعه بتاعه قوائم الانتظار اقول حاجه ثانيه مهمه، ان ما كناش بنكشف عن فيروس سي بس، كان الامراض الغير ساريه من سكر وضغط. اول مره يبقى عندنا خريطه صحيه لكل المصريين، ده ما كانش موجود نهائي. كنا نتمنى ان احنا عندنا داتا، عندنا خريطه صحيه لكل الامراض اللي موجوده في مصر من ضمنها السكر والضغط، لان ده بيصيب قطاع عريض من المواطنين. المبادره الرئاسيه للقضاء على قائم الانتظار ده كان حلم
من احلامنا الحقيقه، لان كان في لسته طويله، ويتنج ليست او قوائم انتظار طويله جدا في كل المستشفيات. المبادره دي اطلقت في يوليو، نفتكر يوليو 2018، وحتى 2022 السنه اللي فاتت تم عمل عمليات في كل التخصصات لاكثر من 1,120,000 عمليه جراحيه للمواطنين، وده كان حلم طبعا المصريين مستنينه، خاصه ان كان ناس كتير جدا يبقى ويتنج ليست. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، احنا لينا اصدقاء كتير في الدول الغربيه، انا لا اقارن مصر الا بالدول الغربيه، لانه احنا دوله ذات حضاره وعندنا مقومات ان احنا نبقى من الدول العالم الاول. الدول الغربيه في قوائم انتظار طويله جدا في العمليات اللي هي غير عاجله، بمعنى طبعا اللي عنده زايده حاده مثلا ده بيتعمل له عمليه على طول حتى عندنا في مصر، لكن في قوائم قد تمتد لست وثمان شهور لعمليات العينين، عمليات القلب، عمليات الاعصاب. كل العمليات دي في الدول الغربيه، ويمكن ليا اكتر من دكتور في انجلترا والمانيا وامريكا، اساتذه مصريين بيقولوا لي الكلام ده، وده معروف طبعا ان يبقى في قوائم طويله. احنا بفضل برضو ربنا سبحانه وتعالى والاراده السياسيه والمبادرات الرئاسيه قدرنا الحمد لله نقلل من قوائم الانتظار في العمليات الغير طارئه. دكتور هشام معلش عايز اقف عند النقطه دي، لان هي معلومه يمكن غير دارجه، هل بالفعل في الخارج العمليات اللي ممكن تاجيلها وتبقى في قوائم الانتظار عمليات متعلقه بالقلب؟ لان احنا لو جينا نتكلم على عمليات القلب بتلاقي اي حد اتخض ان هو محتاج يعمل عمليه في القلب، اما بنتكلم على ان في الخارج دي من ضمن العمليات المؤجله، هل ده فعلا اللي بيحصل؟ طبعا، هو حضرتك كل العمليات الغير طارئه، بمعنى ان ما ينفعش واحد مثلا يكون عنده مشكله كبيره وعنده هبوط في عضله القلب ولازم يعمل عمليه، ده بيخش طبعا، ده ما بيستناش، واحنا عندنا نفس القصه. لكن انا بتكلم على عمليات تغيير الصمامات، عمليات القلب المفتوح، كل العمليات دي بره في قوائم انتظار طويله جدا. عمليات العيون، الكاتاركت او المايه البيضاء او المايه الزرقاء او امراض الشبكيه، يعني في عمليات بتقعد بالشهور الطويله، واحنا بنتكلم على الدول الغربيه واحنا بنتكلمش على دول العالم الثالث. الحقيقه ده في طفره حصلت في مصر في الفتره الاخيره، ان ناس قليله بيعانوا من تاجيل العمليات الجراحيه، فاحنا ده يحسب للفتره اللي هي 8 سنين اللي فاتت للمبادرات الرئاسيه الهامه، اللي من ضمنها الهام جدا المبادره بتاعه القضاء على قوائم الانتظار. يعني بالتاكيد بالتوازي دكتور هشام مع القضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار، في كمان عمل كبير جدا بيقوم على البنية التحتية للمستشفيات. لو نتكلم عن أهم الجهود اللي تمت في تحسين البنية التحتية للمستشفيات والأجهزة وغيره من تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، مش في القاهرة بس أو في المحافظات يعني والأقاليم الرئيسية، ولكن في كل مكان في مصر. أنا برضو قبل ما ننتهي على قائمة الانتظار أستسمح حضرتك أستاذ هشام إن احنا نتكلم إن المفروض إن مش بس القضاء على قائمة الانتظار، ده في نفس الوقت في خطوط موازيه، مبادرات رئاسيه مثلا بالنسبه للسمع، في مبادره للكشف المبكر عن فقدان السمع وضعف السمع، وعمليات وزراعه قوقعه دي ما كناش بنشوفها، مبادره نور الحياه اللي هي اطلقت في يناير 2019 لمكافحه ضعف فقدان البصر، مبادره رئيس الجمهوريه لصحه المرضى وصحه الجنين والكشف المبكر عن الاورام السرطانيه، الاعتدال الكلوي وعمليات الغسيل الكلوي وزراعه الكلى، ما ننساش المبادره المستمره اللي هي للكشف المبكر على الانيميا والتقزم والسمنه، كل الحاجات دي الحقيقه كله ماشي في خطوط متوازيه. طبعا ده كان لازم زي ما حضرتك بتقول لازم النهوض بثلاث حاجات مهمه جدا. اول حاجه الاطباء، واحنا عندنا وما نخافش، صحيح في ناس حصل هجره لبعض الاطباء ودول بيشرفونا بره، لكن احنا عندنا الجيل الاجدد كمان على مستوى عالي جدا جدا جدا، واحنا كاساتذه فخورين بيه جدا، واحنا الحمد لله حطينا اللبنه الاساسيه وهم بقوا ما شاء الله ويمكن في المستقبل هيبقوا احسن مننا
بمراحل، ودي سنة الحياة. الحاجة الثانية التمريض. التمريض احنا دلوقتي بشوف في مستشفيات كتير التمريض اللي هم الخارجين المعهد العالي للتمريض او اللي بياخد 4 سنين بعد الإعدادية، ودول ناس على كفاءة عالية جدا جدا جدا، احنا بنشوفهم في كل المستشفيات. الحالة الثانية النهوض بالإنفراستراكشر او البنية التحتية لكل مش بس المستشفيات، الوحدات الصحية. احنا بنشوف وزير الصحة بيتنقل، ما بيقعدش على مكتبه الحقيقة، ويتنقل من مكان إلى آخر في كل ربوع جمهورية علشان يشوف ناقص مستشفى إيه في نجوع قنا أو نجوع صهاج أو المنيا أو المنوفية. الحقيقة إحنا فخورين بالإضافة إلى تجديد الوحدات الصحية، وبقى فيه كفاءات عالية. يعني إحنا كان في قريب مؤتمر لأطباء الشرقية، أنا شفت ناس بتتكلم في الجهاز الهضمي والكبد في الوحدات الصحية، متخصصين وبياخدوا ماجستير على مستوى عالي جدا جدا جدا. ما كناش بنشوف الكلام ده زمان. طيب دكتور هشام، واحنا بنتكلم على التطوير بشكل عام، العيادات المتنقلة كمان من ضمن الأمور الهامة جدا، لأن هي سهلت على ناس كتير. يمكن البعض كان بيبقى متخوف أو بيبقى يشعر بالكسل إلى حد ما إن هو يروح للوحدة الصحية أو للمستشفيات، لكن كمان العيادات المتنقلة أصبحت وكأنها ترقى على أبواب كل مواطن أن عليك أن تقوم ببعض الفحوصات. إلى أي مدى هذه العيادات أثرت وساهمت في الحفاظ على الصحة؟ هو حضرتك يا استاذ دعاء قلتي كلمه مهمه جدا، وهو ان احنا بنروح للناس لغايه بيوتها. الوحدات الطبيه المتنقله دي مهمه جدا مع القوافل الطبيه اللي بتضم نخبه كبيره من اطباء مصر، بتعملها سواء وزاره الصحه او نقابه الاطباء، او بنسميها الجمعيات الغير حكوميه الاهليه. دي الحقيقه احنا شفنا ناس كتير جدا 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 بيتعالجوا، يا اما كسل، يا اما ما عندهمش وقت، يا اما صعب ان هم يروحوا من مكان الى مكان. فالقوافل الطبيه دي احدثت ثوره في العلاجات فعلا، والناس بقت بتشوف اساتذه على مستوى عالي جدا من الكفاءه. كل اغلب الدكاتره في الجامعات والاستشاريين اللي موجودين في وزاره الصحه بيروحوا القوافل الطبيه دي. وانا اقول لحضرتك ده ما بيحصلش في العالم كله الا في موضوع كورونا، اللي هو الكشف عن كورونا وعلاج كورونا. في وحدات متنقله في العالم كله، لكن ما شفناش في دوله في العالم ان في وحدات بتروح او قوافل طبيه تتنقل من مكان الى اخر في ربوع الجمهوريه والقرى والنجوع علشان الكشف على الامراض وعلاج الناس وتحليل التحليلات الطبيه كلها، وعمل قوافل مش بس كده جراحيه. فده حقيقه سبق ما كناش نحلم بيه برضه، ده من ضمن الحاجات الانجازات اللي على مستوى عالي اللي احنا شفناها في خلال ال8 سنوات السابقه. لما نيجي دكتور هشام نتكلم كل هذه الانجازات والمبادرات في القطاع الصحي عملت ايه؟ اثرها ايه؟ هنلاقي فيه اثر على الناتج المحلي، هنلاقي فيه تقليل خسارة في الناتج المحلي بحوالي 6%، بنتكلم عن 1.5 مليار دولار، ونتكلم كمان عن تقليل عدد الوفيات اللي كانت بتنتج عن أمراض معينة زي مرض السكر مثلا بنسبة 26%. لو تكلمنا عن الأثر الحقيقي على الأرض لكل هذه المبادرات دكتور هشام. هو الحقيقة أن فعلا زي ما حضرتك بتقول، هو كانت التفكير الرئاسي والتفكير الإرادة السياسية كانت مش بس علشان علاج الناس، الكشف المبكر ده مهم جدا، والحاجه الاهم كمان ان انت بتقلل الكوست. بمعنى ان المريض مثلا نتكلم على مريض الكبد، لو مريض الكبد دخل في فشل كبدي هينتج عنه ان هو اولا هو مش هيروح شغله، هيبقى فيه فاقد زي ما حضرتك قلت، وده بيأثر على الناتج المحلي في مصر، وكمان بيأثر مش بس على صحة المواطن، لا ده المستشفيات هو هيصرف أكتر، الدولة هتديله رعاية أكتر وهيصرف فلوس أكتر، هيحتاج لزراعة كبد، وزراعة الكبد دي هتتكلف الدولة فلوس طائلة بالنسبة لأي مواطن. فالكشف المبكر
وعلاج الناس اللي عندهم امراض في مهدها، ده بيقلل من الكوست بتاع الرعايه الصحيه، وفي نفس الوقت بيخلي المواطنين المصريين اصحاء. واحنا زي ما عارفين العقل السليم في الجسم السليم، يعني لو ما كانش في جسم سليم الناتج المحلي هيقل جدا، لان الافراد مش هتقدر تشتغل بالكفاءه المعهوده. فكل ده تناغم وتضافر في القوة البشرية في مصر، وده قدرنا نقول ان احنا دلوقتي عندنا عدد دائما كان عدد المواليد اكتر من الوفيات، بس دلوقتي زاد، يعني الناس ابتدت تحد شوية من المواليد، ورغم كده الخريطة السكانية بتزيد، لان فعلا الوفيات قلت في مصر في غضون الفترة اللي فاتت كلها بسبب المبادرات الرئاسية. احنا هنقول حاجة مهمة قوي، احنا في الخمسينات والاربعينات كان متوسط عمر المواطن المصري في الاربعينات، زاد شوية 51 في الستينات والسبعينات، دلوقتي احنا بنتكلم على 76 العمر بالنسبة للرجل و 79 متوسط العمر في المرأة المصرية، وده انجاز عالي جدا ما كناش نحلم بيه برضه. فالحمد لله ده في تضافر شديد في كل المبادرات الرئاسية، وده بيزود القوى البشرية وبيخلي المصريين أصحاء، وده احنا نقدر نقول ان ده بيأثر على الجي بي اي او الناتج المحلي المصري، وده بيزود من قدرة المصريين على الشغل والإنتاج. صحيح، بنشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر زوم دكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات. لسه مكملين معاكم مشاهدينا في هذا الصباح، ودلوقتي نرجع لجاكلين مرة تانية وأخبار الرياضة. جاكلين شكرا هشام، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر وأهم الأخبار الرياضية. والبداية مشاهدينا، تمكن فريق الهلال السوداني من تحقيق الفوز على فريق الأهلي بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. يعود آخر فوز لبطل السودان على المارد الأحمر قبل 16 عاما في نسخته 2007 بمدينة أم درمان، وأخفق الأهلي في تحقيق الفوز على الفريق السوداني في عقر داره طوال 5 لقاءات، حيث حقق التعادل في 3 وخسر مباراتين. أما عن فريق أرسنال فقد خطف فوزا صعبا من مضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلا بورك في الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي. وبهذه النتيجة يحتل نادي أرسنال المركز الأول وصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي، في حين يتواجد أستون فيلا في المركز 11 برصيد 28 نقطة. تعادل فريق مانشستر سيتي أمام نظيره نوتنغهام فورست بهدف لكل منهما مساء أمس في المباراة التي أقيمت على ملعب سيتي جراوند ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. أحرز اللاعب برناردو سيلفا هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي بتسديدة قوية في الدقيقة 41 من المباراة، ثم أحرز كريس وود هدف التعادل في الدقيقة 84، وبذلك يحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد نوتنغهام في المركز 13 برصيد 25 نقطة. حقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي على حساب فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان جيمس بارك مساء أمس، وافتتح نونيز التسجيل للريدز في الدقيقة 10، ثم أضاف الهولندي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 17 من المباراة عبر تمريرة من محمد صلاح. وبهذه النتيجة يرفع ليفربول رصيده للنقطة 35 محتلا المركز الثامن.
بينما تتبقى له مباراة مؤجلة مع فريق وولفرهامبتون، فيما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 41 نقطة في المركز الرابع. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الرياضية، أشكركم على طيب المتابعة، ولكن الآن نعود مجددا لهذا الصباح مع الزملاء في الاستوديو دعاء وهشام. تفضل هشام. بنشكرك شكرا جزيلا جاكلين على أخبار الرياضة. ومشاهدينا، هذا الصباح لسه مستمر مع حضراتكم، وبعد قليل هنروح مع حضراتكم لقراءة في أبرز عناوين الصحف المصرية مع الكاتبة الصحفية فريدة الشوبشي. ومشاهدينا الكرام، دلوقتي حان موعدنا مع الجولة اليومية في أبرز عناوين الصحف، ومشرفانا في هذه الجولة الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشوباشي. أهلا بحضرتك. أهلا، بنرحب بك. منورانا يا أستاذة فريدة. شكرا، وأنا بحييك وبحيي كل السادة المشاهدين. ربنا يخلي حضرتك. أستاذة حضرتك برضو، نحن كالمعتاد نروح الأول لاستعراض لأبرز ما جاء في الصحف المصرية وبعد كده نرجع تاني. اهلا بيكي مره تانية استاذه فريده، وهنبدا مع حضراتكم جولتنا من الاهرام، وخبر بعنوان توفير اقصى دعم لقطاع الزراعه والمزارعين. الرئيس الاستفاده من التقنيات الحديثه والابحاث العلميه لزياده الانتاج وخفض التكلفه. وايضا بنتابع من جريده اليوم السابع عنوان في نفس الموضوع بيقول الرئيس السيسي يوجه بتوفير الدعم لقطاع الزراعه والمزارعين. من الدستور ايضا هنتابع عنوان اخر، السيسي يوجه بتوفير أقصى درجات الدعم للمزارعين. من الأخبار عنوان آخر بيقول في اجتماعين مع مدبولي وعدد من الوزراء، السيسي توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، وبالتأكيد سرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا. يعني أستاذة فريدة، في البداية إزاي بتشوفي دعم الزراعة والمزارعين لتوفير المحاصيل الاستراتيجية دلوقتي؟ بشوف إن ده وعي محترم ويعني جدير يعني بالإشادة من القيادة السياسية، لأن أنت النهاردة لما بتوفر الطعام أنت بتوفر استقلال البلد وبتوفر فلوس وبتشجع المزارعين. يعني المزارع اللي كان بيبيع مثلا أرداب بالقمح، ما أنا معرفش الأسعار إيه، بس مثلا بـ100 جنيه
اتعمل له انه يبيعه ب 150 مثلا، فده تشجيع عشان اللي ما بيزرعش قمح وبيزرع حاجه كده سريعه يعني، لا تشجيع للمزارعين كمان. وفي نفس الوقت في اتجاه لاستخدام يعني كل ما هو ممكن يثري الزراعه ويحسن المحصول، فكل ده يعني حاجه احنا المستفيدين بيها احنا المواطنين. انا عشان كده زمان قوي حتى لما كان في ناس بتنتقد ولا او ما قلت لهم يعني احنا السيسي ورث خرابه، ورث حاجه ما فيش اهتمام باي حاجه، ما اقدرش تاني يوم اقول له فين القصر. دلوقتي بديت احس ان هو بيعمل لي القصر بقى، القصر المصري اللي هو هينافس وهيكفي ومش هيستورد، يمكن يصدر كمان. واستخدام التقنيات الحديثة والهندسة الوراثية يعني في حرص شديد على أقصى استفادة من هذه التقنيات، كل ما هو ممكن يخدم الوطن ويخدم الزراعة طبعا، لأنه أنت عارفة يعني الزراعة دي هي الأساس، أساس الحياة. نعم يعني طبعًا. الصناعة حاجة عظيمة قوي بس الزراعة لا، وإحنا مش بس الصناعة قائمة على الزراعة كمان طبعا صحيح. وإحنا مش بس بنتكلم عن الزراعة، بنتكلم عن الأمن الغذائي بشكل عام. الرئيس السيسي شدد على الاهتمام بالثروة الحيوانية بالزبط. والاهتمام بالهندسة الوراثية في تطويرها، وكمان مراكز تجميع الألبان طبعا، وإنه حتى الألبان هيبقى لها مصانع وطريقة استخدامها وطريقة الاستفادة منها وطريقة تصنيعها كمان. يعني في حاجات كتير، أنت عارف الإهدار كان في الأونة الأخيرة عندنا رغم محدودية يعني الموارد ورغم محدودية الإنتاج السكاني. إلا أن كان برضو بيبقى فيه إهدار، يعني حتى الصوامع حافظت بشكل كبير إهدار فظيع. هديكي مثال على الإهدار. أنا لما كنت برا كنت بتعزم مثلا ساعات في حاجات في القصر الرئاسي بتاع فرانسوا ميتيران، وكمان يعني كمان رئيس الوزارة جاك شيراك يعني كان كده بتاع. اللي لاحظته أنه بيبقى فيه بيفيه كده كبير قوي 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 وعليه كل الأطعمة اللي هم عازمينك عليها ومعاك الطبق، أنت بتاخدي اللي أنت عايزاه. لكن إحنا عندنا لا، تعدمني لازم تاكل دي، لا عشان خاطري تاكل دي، ويتحط لك طبق مليان قد كده فتسيبيه في الاخر. فكل ده اهدار كمان، غير ان احنا ما كانش عندنا مواد كافيه للسكان فالنهارده الرئيس السيسي يعني بيخلي كل واحد فينا يشعر بكرامه ان هو مش محتاج يعني اكتر من كده. وانه في امل بالنسبه حتى للاجيال القادمه انه كل حاجه تبقى متوفره، متوفره بشكل محترم مش اي كلام يعني. فدي حاجة الحقيقة، الاهتمام بالزراعة وبالمزارعين وتشجيع المزارعين على إنتاج يعني المواد اللي فعلا احنا محتاجينها، دي حاجة في منتهى الجمال يعني. وحضرتك بتقولي كمان توفير الاحتياجات بشكل محترم طبعا. إذن طبيعي ان احنا كمان هنروح نتكلم بقى على مبادرة حياة كريمة. في عنوان في اليوم السابع، هذا العنوان بيقول حياة كريمة تنفذ وتطور 12 مدرسة جديدة في قرى المنشية بأسوان. كمان من الدستور عنوان ويطعمون الطعام، حياة كريمة توفر مليون كرتونة خير للفئات الأكثر احتياجا. حياة كريمة دائما ما تكون مرنة في المعاملة وفي تلبية الاحتياجات. تعليق حضرتك أيضا على العنوانين اللي احنا اتكلمنا عليهم، سواء فيما يتعلق بالمدرسة وتطوير الأفكار وتطوير الفكر، أو فيما يتعلق بتوفير الطعام. شوفي توفير الطعام طبعا احنا قلنا انه في الزراعة اهتمام بتشجيع المزارع وتوجيهه نحو يعني المواد اللي احنا محتاجينها كبني ادمين وبالترتيب. يعني اول حاجه القمح مثلا علشان والذره علشان العيش الخبز. يعني في حاجات فيها يعني تحسي ان في تخطيط، ما فيش عشوائيه زي الاول كده كل واحد يعمل اللي هو عايزه. الحاجه الثانيه بقى اللي انت بتقولي عليها التعليم ده، شوفي اهتمام هذه القياده بالتعليم وبالصحة وبالإسكان وبكل حاجة تضمن كرامة الإنسان، ده حاجة بقالنا كتير. أنا شفتها طبعا لما كنت في الستينات
بس ما تقولوش لحد يعني، لان كده هبقى كبيره قوي يعني. طولت العمر فعلا. عشان كده انا صبغه ده يعني عشان ما حدش يعرف. طولت العمر. لكن الله يخليك. لكن هي الفكره انه التدهور اللي حصل تدهور جامد يعني، واهمل التعليم على اعتبار ان احنا لا يعني ونتعلم ليه، ما احنا نكسب نجيب عيال وننزلهم الشارع ويبيعوا كلينكس او يبيعوا جر يعني. في حاجات حصلت ما كانتش مصريه قبل كده يعني. المصري كان عنده برضو نوع من التقديس للعلم. نعم. وكان عندنا شريحه برضو يعني جهله، ف ما بتعرفش تقرا ولا حاجه، فكنا بنشجع وكنا عم نعمل ده. وبعدين كل ده ترك بقى في نوع من مش الاتكال على الله، التواكل يعني. لا خلاص هو كده، انت مكتوب لك تتعلم وانت لا. النهارده لا، التعليم بقى حاجه مهمه جدا، وهو مهم جدا جدا لكل امه من الامم. صحيح. خلينا نتابع معاكي ايضا استاذه فريده جانب اخر من التنميه ومن الدستور، خبر بعنوان تنمية لا تتوقف، مشروعات مليارية لخدمة المواطن المصري من الإسكندرية إلى أسوان، أيضا من جريدة الأخبار عنوان قنا الجديدة تحفة معمارية. يعني بالتأكيد هذه المدن الجديدة والمشروعات التنموية لها دور كبير جدا أستاذة فريدة. جدا، لأنها بتخليك تحس بأنك بني آدم وعايش في الحياة. يعني احنا شفنا المنظر بتاع العشوائيات كان إزاي، وحتى أسميها. تصور ان في حي سكني اسمه بطن البقره، ايه ده؟ يعني في حاجات دهورت في حياتنا. لكن بعد كده النهارده لما تيجي تشوف المباني اللي بتنشا النهارده علشان استيعاب السكان في مساكن كريمه ملهاش يعني ما تقدريش تقولي فيها خدش قد كده حتى انتقاد. نعم. يعني وكمان واحنا بنتكلم على التطوير، فالتطوير في الافكار والحصول على المعلومات دائما ما هو موجود. وده بيخلينا بقى نروح دلوقتي لحدث احنا كلنا في انتظاره على فكره، واكيد حضرتك اول ما هنفتح السيره هنلاقي ان حضرتك كمان في انتظار هذا الحدث من اليوم السابع، عنوان الوثائقيه تنطلق اليوم. القناه الوثائقيه ومن الوطن كمان. بالظبط، ده حلم الناس كتير بالزبط. جدا مننا. من الوطن كمان الوثائقيه مصر تحكي للعالم، وكمان من الدستور الوثائقية تنطلق، صرح إعلامي عملاق لمواجهة حملات تزييف التاريخ والوعي بأقوى الأفلام. من جريدة الأخبار هناك قصص آن لها أن تحكى، ونحن نتحدث عن القصص التي آن لها أن تحكى. بالضبط كده. شوفي هقولك على حاجة، أنا لما اشتغلت في الإعلام كنت مؤمنة بحاجة، إنك أنت لما تقولي الحقيقة حتى لو تهاجمتي النهاردة وحتى لو، بس في الاخر الحقيقه هي اللي بتفرض نفسها. في الاخر انت قلت، انت قلت. فانت عندك الوثائقيه النهارده، انا بالنسبه لي انا حاسه ان دي حاجه يعني حلم فعلا يعني، يعني انه يتحقق دي نعمه في رايي يعني. ليه؟ لانه انا النهارده شفت ناس مثلا يعني ايام زعيم تقول لك عظيم وهايل ومفيش بعد كده وبتاع، بعد ما ربنا افتكره بقت كل العبر فيه، وكل واحد بيقعد يحكي على حاجة كأنه هو شافها وعملها وسمعها، وطبعا كذب، كله كذب. لأن أنا ما قبلش أنا حد النهاردة يبقى مع قيادة وبكرة يتقلب. ده بشكل عام كمان. لكن ممكن مثلا يقول والله زدنا حاجة أحسن يعني، وفي حاجات ما تقدريش تقولي عليها وحشة. لما اللي احنا بنشوفه النهاردة لما يطلع كل الإنجازات اللي بتحصل دي، مهما التانيين يتكلموا، مهما يقولك ليه طرق مثلا، ليه طرق؟ الطرق هي أساس الاستثمار، هي اللي بتشجع، هي اللي بتخلي الإنسان يقدر يعيش في بلد، يقدر يتحرك فيها بعقل يعني. فاللي حصل إن الوثائقية أنا رأيي إنها هتجيب الوثائق. نعم. والوثائق دي ما حدش يقدر يكذبها. نعم. يعني مهما كان، شوفي حتى في الغرب بيخلوا الوثائق حوالي 25 سنة أفتكر قبل الإفراج عنها. دلوقتي من حقنا نفرج بقى عن الحاجات وندحض كل الافتراءات اللي حصلت والتشويهات اللي حصلت لتاريخنا واللي حصلت لشعبنا. يعني أنا مثلا من الناس اللي حسيت وقلت ده، إنه إحنا يوم 9 يونيو مساء سنة 67 هزمنا الهزيمة. يعني لو ما كناش إحنا نزلنا وبقى في حرب استنزاف وبعدين بقى في عبور، ما كانش مصر دي النهارده كده. فاحنا لازم نوري ازاي الشعب ده وقف ازاي
يعني مش إهدار كرامته وإهدار إمكانياته وصلابته في مواجهة الصعوبات. يعني شوفي أنت في 30 يونيو مثلا، 30 يونيو والله العظيم يعني الثورة لغاية دلوقتي بيتكلموا ما حدش فاهمها. يعني ده الدور اللي هتقوم بيه بالتأكيد القناة الوثائقية، وإحنا كلنا بصراحة مستنيين بشغف كل المنتجات الوثائقية اللي هتكون على شاشة الوثائقية اللي تنطلق النهاردة. بنشكر حضرتك بالتأكيد. شكراً جزيلاً جزيل فريدة الشباشي على وجودك معنا. شكراً. شكراً كمان لكل مشاهدينا مشاهدي هذا الصباح على شاشة إكسترا نيوز على متابعتكم لينا في حلقة النهاردة، وشكراً جزيلاً دعاء. شكراً جزيلاً ليك يا شام، وشكراً لمشاهدينا الكرام، وبالتأكيد الشكر متكرر دائماً للأستاذة فريدة الشباشي ضيفتنا الكريمة. ومشاهدينا الكرام، بكرة بإذن الله حلقة جديدة من هذا الصباح، إلى اللقاء.